يعاني سالكي طريق ديراب بالرياض من كثرة الشاحنات ومن عدم وجود إنارة رغم قدم الطريق وكثرة سالكيه، ويعتبر ديراب رابطا لطريق مكة السريع وتمر منه الآلاف من الشاحنات يوميا. وتساءل سالكي الطريق عن دور وزارة النقل وغياب جهودهم عن هذا الطريق الحيوي، معبرين عن امتعاضهم بسبب كثرة الحوادث. صورة مع التحية. من الرياض ينضم إلينا هاتفيا المتحدث الرسمي لوزارة النقل أستاذ تركي الطعامي. أستاذ تركي مساء الخير وحياك الله في الراصد. فيك الرضا والعافية. هلا أخي عبد الله، بالعكس ترى احنا نمر إن شاء الله وعندنا وقت بإذن الله نعمل إن شاء الله على إنجاز وإن شاء الله تنفيذ اللي يطالب فيه. طبعا هذا كان تعبير عن دواخل الناس أستاذ تركي اللي يتساءلون رغم قدم الطريق، رغم وجوده حتى تضريسيا في موقع خطير يعني من خلال التفافات. عدم بداية، خلينا نبدأ مشكلة عدم لماذا لم يتم إنارة الطريق بالكامل؟ طيب خلينا نعطي يعني شوي كذا تعريف على الطريق، لأنه الطريق تشرف عليه أكثر من جهة. نعم. طبعا طريق ديراب يعتبر أحد الطرق المهمة والحيوية كمدخل جنوبي غربي لمدينة الرياض، طبعا يشهد يعني نقدر نقول كثافة مرورية عالية. وتشترك فيه طبعا يعني وزارة النقل ممثلة بفرع الوزارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض. الجزء التابع للوزارة طبعا حوالي 37 كيلومتر، يعني أقدر أقول يعني يعتمد له أعمال صيانة وقائية، ويتم الآن العمل على إجراء إعادة نفلته للطرق الأماكن المتهالكة، خاصة فيما يتعلق بموضوع الشاحنات اللي يعني يعني خلينا نقول أهلك هذا الطريق للأسف. طبعا يعني المشروع أو عفوا موضوع إعادة سفلته والعمل عليها الآن تجري الإجراءات التراخيص للعمل واعتماد المخططات التحويل طبعا بالتنسيق مع متى بدأت الآن بس تحديدا أستاذ تركي، متى الآن عشان نفصل بس وقتيا؟ هذا اللي أنا أقول، أنه الآن في إجراءات تراخيص للاعتماد مخططات التحويلات من قبل بالتنسيق مع الأمن الطرق والمرور. يعني الآن لسه أنتم في التراخيص، ما بدأ العمل على الأرض؟ لا 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 لا، الآن ما بعد بدأ العمل إلا فقط باعتماد خطة للتحويلات من المرور، طبعا حسب الإجراءات اللي في كل مرة يكون في عمل على طريق حيوي لابد يأخذ إذن من أمن الطرق والمرور لإجراء عمليات التحويل. سؤالك بس فيما يتعلق بموضوع الإنارة، طبعا الإنارة تم عمل دراسة متكاملة لإنارة تقريبا حوالي 34 كيلومتر من الطريق، وإن شاء الله في إجراءات اعتمادها لأن رفعت السنة الماضية ولكن لم تعتمد للأسف. أستاذ تركي هذا هو الآن أنت تحدثت عن تراخيص، والآن تحدثت أيضا عن ما يتعلق بالإنارة بالدراسة. ترى لو ندخل اليوتيوب ونكتب طريق ديراب أنا من بحثك، الناس أساسا تتفاعل وتصور مدى الخطورة سواء سلوكيا ولا الخطورة من قبل سائقي الشاحنات أو حتى الخطورة موجودة في الطريق. فإحنا قاعدين ترى التواريخ ترجع لعام 2007 و2008، والحين إحنا لسه يعني قاعدين نتحدث في 2018 عن دراسة وعن خطة. الناس تبغى تاريخ متى سيبدأ العمل ومتى سينتهي ومتى ستحل هذه المشكلات. أتفق معك، نعم صحيح، ولكن أرجع أقول يعني ترى الفترة الماضية يمكن إذا احنا نتكلم عن الزمن الماضي يعني إذا 2007 وكذا لم يكن في طبعا توسع في الطريق ولا لم يكن في حتى يعني موضوع في ترى مناطق يعني خلينا نقول رفع فيها معدل السلامة على الطريق. وأرجع وأقول وأؤكد النقطة هذه إنه للأسف يعني جزء كبير من المواقع اللي إحنا نتحدث عنها أدرجت من ضمن النقاط السوداء اللي إحنا نسميها مرتفعة يعني نسبة الحوادث فيها بسبب عدم التزام صراحة بعض قائدي الشاحنات. طيب إيش عملتوا في التنسيق مع الجهات الأخرى يعني في أن تمنع الشاحنات لو يعني مؤقتا حتى يبدأ العمل على المشروع؟ أنا آخر زيارة لي لديراب ترى كانت القيادة مرعبة بدون مبالغة. يعني أتفق معك 100%، وهذا يمكن أنا أشير هنا إلى أنه القرار الصادر من مجلس الوزراء بتكليف هيئة النقل أيضا للعمل على إيجاد مواقع لحجز الشاحنات على مداخل المدن لتنظيم حركة الدخول.
طبعا هذا الان يجري العمل عليه بالتنسيق مع القوات الخاصه لامن الطرق والمرور في منطقه الرياض، لايضا تركيب انظمه الرصد الالي على الطريق والحد للمخالفات اللي قاعده تصير على الطريق، وباذن الله ان شاء الله يعني قريبا باذن الله سترى هذا الامر. ما تقدر تعطينا تاريخ طبعا مقرب متى سيتم العمل على الخطط فيما يتعلق بالسفلته او الاناره، او متى نرجع ايضا في الراصد نناقشكم في هذا الموضوع؟ اقدر اقول يعني فيما يتعلق بموضوع رفع مستوى السلامه على الطريق، نعم، باذن الله ان شاء الله خلال الشهر القادم اذا الله اراد، لانه فقط الشهر الماضي تم ترثيه موضوع العمل على رفع مستوى السلامه على الطريق. طيب جيد، كل الشكر لك المتحدث الرسمي لوزاره النقل الاستاذ تركي الطعيمي، شكرا لك.